أكد الأستاذ عدنان السيد علي الوداعي رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة خلال استضافته في برنامج بكم نعود أن المشرع البحريني كان سباقا في وضع قانون معني بالأمراض السارية وهو قانون الصحة العامة، مشددا على أن النيابة العامة تتصدى بحزم لكل ما يمس الأمن الصحي في مملكة البحرين. مخالفة الحجر المنزلي أو الصحي أو العقوبات اللي تشكل تحدي واختراق للجهود المبذولة يؤدي إلى تفشي الفيروس. فالمشرع البحريني أدرك النتائج والتبعات الخطيرة لهذا التصرف، فواجه هذه المسألة عبر قانون الصحة العامة الصادر بالقانون رقم 34 لسنة 2018، وتحديدا في المادة 121 ونصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل على 3 أشهر وبغرامة لا تقل على عن 1000 دينار ولا تجاوز 10,000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخفى عن قصد شخص مصاب بمرض سار أو عرض الآخرين للعدوى أو تسبب عن قصد بنقل العدوى للغير أو امتنع عن تنفيذ أي إجراء لمنع انتشار المرض. يتبين لنا من هذا النص بأن عقوبة مخالفة الحجر المنزلي والصحي تصل إلى الحبس لمدة 3 سنوات فضلا على الغرامة اللي تصل إلى 10,000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي هذا المقام ندعو الجميع إلى الالتزام التام بالإجراءات والتدابير المفروضة في مواجهة الجائحة، لأن الإخلال بأي قدر كان في ضرر أكيد للشخص نفسه ولأسرته وللمجتمع بأسره. صحيح. وأود أن أؤكد بأن النيابة العامة تباشر من بداية مسؤوليتها في هذا الشأن بصفتها نائبة عن المجتمع ولا زالت على هذا النهج، تتصدى بحزم وبالقانون لكل من يمس بالأمن الصحي في المملكة.